بقير الطيب المزياني الجزائري غيان الشعلالي وجونيور لوكاس اللاعب النيجيري في مباراة الأولى زاد مع ترجي منتدب جديد في ميركاتو الشتاء. بالنسبة لتشكيلة مستقبل جابس في هذه المباراة صدق الدمشي حارس مرمى بلال بن إبراهيم زياد الشاوش على الدين البوسليمي فراس غوما اسكندر العقربي مروان السعيدي مراد الهردلي درامي ميكايلو أحمد خليل مولاي وجاك مدينة. بالنسبة لبنك البودلاء لمستقبل جابس عبد القادر شوية حارس مرمى الثاني حسام الزرلي أحمد سولا المغربي زكريا ملوك خميس المعواني كرم الحاج علي ووسيم العلوي. بالنسبة ليدرب مستقبل جابس قيس الزواغي ويدرب الترجي طبعا معين الشعباني. بالنسبة لطاقم تحكيم هذه المباراة حكم ساحة نضال الطيف المساعد الأول محمد مزيد المساعد الثاني وسيم عمارة حكم رابع حسام الحاج علي والمراقب هو محمد بن سالم والمنسق العام هو محمد العربي الدبابي. لحظات فقط وتعطى إشارة انطلاق الشوط الثاني من مباراة مستقبل جابس والترجي الرياضي. في هذه اللحظة وفي هذه الآونة بالضبط يعطي نضال الطيف بداية صفيرة بداية الشوط الثاني مع كرة أولى لمستقبل جابس عن اتجاه درامي ميكايلو ولكن جاك ميدينا هو كان في الكرة الأخيرة توصل لرامي الجريدي حارس المرمى اللي افتك مكانه كأساسي في تشكيلة المكشخة بعد البداية الصعبة في الحقيقة مع الأدوار الإقصائية في رابطة الأبطال الإفريقية بعدها بعد النهائي أكيد رجعوا خاصة في كأس العالم للأندية بعدها رجع رامي جريدي لحراسة مرمى وعرينا الترجي الرياضي التونسي جريدي عنده الكرة أكيد كرات أولى مع مباريات صعبة وتنقلات كثيرة للترجي تتتالى المباريات ولكنها لا تتشابه أبدا باعتبار أنه يلعب على أكثر من واجهة ترجي كم من رابط الأبطال لعب نسق كبير من البطولة ستة مباريات بعدها مشى كأس العالم للأندية يرجع للبطولة واليوم مع مسابقة كأس تونس وهذه كرة في اتجاه الحارس صدقي الدبشي بكل سهولة في الدقيقة الأولى لهذا الشوط أكيد دقيقة أولى للشوط الثاني أكيد مراد بالنسبة للشوط الأول ما شفناش فيه فرص كبيرة في الحقيقة خاصة مستقبل جابس كان متحفظ نوعا ما يلعب بطريقة دفاعية محكمة واضح الانضباط التكتيكي الكبير دفاعيا الترجي كان حاول امتلك الكرة هذه كرة المراد الهذلي ولكن مرة أخرى هذه اللي كنا نتحدث عليها أرضية الميدان إن شاء الله سلامات لكل الملاعبية في الحقيقة المرة هذه مع الموريتاني خليل عبد الله مولاي شوفوا كيفاش وحده كان سقطها خليل عبد الله مولاي جراء اكيد ارضيه الميدان الصعبه اللي كنا تحدثنا عليها في بدايه النقل مرة. ومع استعراضنا طبعا نزيه لتشكيله الفريقين لاحظ ان المدرب قيس الزواغي ومعين الشعباني حافظوا على نفس العناصر اللي كانوا انطلقوا بهم مع بدايه المباراه ما قاموش حتى بتغيير بالنسبه لزوز مدربين في هذه الفتره وكنا لاحظنا الاعاده وكنت تحدث نزيه على احمد خليل مولاي كيفاش سقط وحده من جراء الارضيه اللي تحدثت عليها انت اليوم واللي ما كانتش في احسن حالاتها ربما كان ممكن اتاحه اكثر وقت بالنسبه للارضيه حتى ينمو العشب اللي مازال صغير في احسن الظروف. انتبه هذه كره وهجوم للترجي لكن متفطن دفاع مستقبل جابس يقطع الكره يعكس بها الهجوم لصالح مستقبل جابس تمشي المراد الهذلي ياخذ كره يتوغل داخل منطقة الترجي ينتظر المعاضه من بقيه رفاقه جهه اللاعب مروان السعيدي مروان السعيدي يرجع كره الى اللاعب بلال بن ابراهيم ما يتمكنش من الكره وترويض خطا للكره تضيع تخرج رامي التماس لصالح الترجي. أمامكم على الصورة بلال بن إبراهيم الظهير الأيمن لمستقبل جابس يقطع هذه الكرة يصلحها تمشي مراد الهذلي في وسط الميدان يعطي كرة اسكندر العقربي يغير اللاعب لليسار في هجوم لمستقبل جابس محاولة التوغل داخل منطقة الجزاء زياد الشاوش ولكن الكرة كانت قوية تخرج ضربة مرمى لصالح الترجي الرياضي التونسي في توقيت تقريبا ثلاثة دقائق لعب في هذا الشوط الثاني صفر مقابل صفر دائما بين الترجي ومستقبل جابس او بالاحرى خلينا نقول بين مستقبل جابس والترجي الرياضي باعتبار ان مستقبل جابس هو الفريق المستضيف بالنسبه لهذه المباراه اللي كما ذكرنا تمثل قطب لقاءات الدور 16 لكاس تونس. هذا هجوم للترجي زياد بريمه ما ياخذش الكره تمشي للكاميروني فرانكوم مطالب بلمسه يد الحكم يقول ما ثم شيء العب كره تمشي يوسف البليلي يتوغل يوسف البليلي يركع كره يغير اللعب اتجاه اللعب ايمن بن محمد ينزل للمعارضه والحكم يرجع ويعطي المخالفه للمهاجم الجزائري
يوسف البلالي يبقى ساقط على أرضية الميدان بالطبيعة تحت أنظار زياد الشاوش الظهير الأيسر لفريق مستقبل جيبس. يبقى المهاجم الجزائري يحتج يوسف البلالي، يقول ضربة مخالفة من الأول، ربما الحكم المباراة ترجع للمخالفة وأعطى ضربة مخالفة لصالح الترجي. على كل إلى حد الآن هاي أمامكم الإعادة، محاولة المرور من يوسف البلالي يعمل ترويض للكرة وتدخل من زياد الشاوش في الحقيقة فيه نوع شوية من الحدة. على كل الحكم كان متفطن يرجع للمخالفة، ولكن يبقى المهاجم الجزائري نزيه يوسف البلالي يبقى ملقى على أرضية الميدان، والتوصيات طبعا على الصورة مجدي التراوي المدافع في الحقيقة متوسط الميدان السابق اللاعب والمدرب المساعد الآن لمعين الشعباني. أكيد نتمنوا سلامات ليوسف البلالي، كل لاعب في الترجي وكل لاعب في مستقبل جيبس في حاجة ليه فريقه وفي حاجة ليه المدربين أكيد في الفترة القادمة المهمة من الموسم. ترجي يلعب على أكثر من وجهة، مستقبل جيبس يلعب خاصة على ضمير البقاء في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نتمنوا أهم شيء أن المباراة تخرج سلامات. الحقيقة ديما نقولوا أنه الأرضية صعبة وأرضية سيئة، وذي بنك بودلاء مستقبل جيبس عدد من الخيارات في تشكيلة المدرب قيس زواغي، أهمها المغربي زكريا ملوك. نذكروا أنه زكريا ملوك الملاعب هذا هو موجود في بنك البودلاء وكانت عليها الصورة، ولاعب عمره 20 سنة أول مرة يمضي عقد احتراف، كان يعني يلعب ينشط في أكاديمية في المغرب. ذيك علاش ربما نجم نقولوا من الاكتشافات اللي قد تكون قادمة في مستقبل جيبس. أحباء مستقبل جيبس نسي أكيد تسألوا على غياب اللاعب سليم بن بالقاسم اللي في الحقيقة تم انتدابه في شكل إعارة من فريق النجم الرياضي الساحلي، واللي أصيب في آخر حصة التدريبية. كان ممكن تكون هذه أول مشاركة بالنسبة لهذا اللاعب، أكيد باش يستحقوا برشا مستقبل جيبس في الجولات القادمة. تقريب هو أهم انتداب في الحقيقة بالنسبة لسليم بن بالقاسم في تشكيلة مستقبل جيبس. كرة للترجي من أنيس البدري باش تخرج أكيد من أنيس البدري، ولكن يتريث مرة أخرى باش يلعب مباشر. يبدو أنه أنيس البدري بالفعل شلعب مباشر في العمق، تضرب في خليل عبد الله مولاي، توصل مراد الهذلي. مراد الهذلي يلعب مع عبد الله مولاي من جديد مع اسكندر عقربي. اسكندر عقربي خروج بالكره السليم الى جاك ميدينا. جاك ميدينا يربح الامتار، يربح الوقت. زيد كي جاك ميدينا خاصه مع تقدم الشوط الثاني. ميدينا يلعب الكره لين في اتجاه خليل عبد الله مولاي. خليل عبد الله مولاي يوزع في القائم الثاني بكل سهوله. رامي الجريدي، رامي الجريدي يرجع الكره للاعب ببطء شديد باعتبار عدم وجود اكيد المسانده. يلقاها مع محمد علي اليعقوبي، اليعقوبي مع بن محمد. بن محمد قدامه جاك ميدينا، يلقى زياد بالريمة. زياد بالريمة مع بن محمد مجديد اليعقوبي. محمد علي اليعقوبي يطول في اتجاه هيثم الجويني، ما شفناش برشا في الشوط الاول. هيثم الجويني مقطوع الكره من بلال بن ابراهيم. اسكندر العقربي الثنائي المعروف في تشكيلة مستقبل جيبس خاصة العمل فارط، أكثر لاعبين كانوا مثلوا التشكيلة. توصل الآن وضربة مخالفة وخطا في وسط ميدان المستقبل. هذه الإعادة مرة أخرى، شوفوا التدخل من سامح الدربالي اللي كان في التغطية عن جهة اليمنى، وين يتواجد خليل عبد الله مولاي الدولي الموريتاني مع توصيات قيس الزواغي. كيد يبحث على إيجاد الحل لين الكرة على الجهة اليسرى. توصل مرة أخرى زياد الشاوش قائد الفريق وأكبر لاعب في تشكيلة الجليزة والكرلاش مع عودة البليلي. عودة يوسف البليلي للتشكيلة. سلامات بالنسبة ليوسف البليلي قبل رحلة أورلاندو بيراتسا صعبة في جنوب أفريقيا في دوري الأبطال. ترجي اللي عنده 4 نقاط. الكرة مجديد بتماس على الجهة اليمين أو خطأ، المرة هذه مخالفة يعطيها الحكم نذر الطيف. حكم مساحة دار الطيف اكيد بالنسبه ليدير مباراه اليوم. مش تتلعب الكره طويله. سامح الدربالي بالفعل، دربالي في اتجاه هيثم الجويني. هيثم الجويني في الاستقبال، ولكن موجوده التغطيه في مره اولى وفي مره ثانيه. مره اخرى الفراس غومه، فراس غومه يلعب كره طويله. جاك ميدينا، ميدينا الهذلي، الهذلي مع خليل عبد الله مولاي قدامه الدربالي مره اخرى. خليل عبد الله مولاي، عبد الله مولاي يرجع مع اسكندر عقربي. اسكندر العقربي ممتاز التمهيد وممتاز التغطيه ايضا بين بن محمد. يدخل المحور في هذه الكره في المسنده. البدري، البدري في وسط الميدان باهيه برشا، ممتاز جدا انيس البدري في سلسله من المراوغات كانت انتهت بعرقله وبوجود خطا والهفوه المرتكبه في وسط ميدان بين زوز ملعبيه. في الحقيقه بين زوز ملعبيه البدري والامكانيات الفنيه والبدنيه الكبيره لانيس البدري، محترف موسكورن البلجيكي سابقا والمتكون في اولمبيك ليون الفرنسي
فرانكام يلعب للبدري مجديد، البدري انيس، انيس البدري يدخل ممتاز، انيس البدري يعطي لبن محمد، البن محمد يوزع بن محمد الركنيه، الركنيه مع محاولات ترجيه متكرره من الجهه اليسرى خاصه مع صعود بن محمد في كل الكرات، ويساند ويتوغل بن محمد العائد للتشكيله اكيد بجوع كبير خاصه بعد الغيبه المفاجئه في الحقيقه، ومشكله ربما نقول مشكله بين ظفرين باعتبار انه اكيد هذه هي كيان الترجي اللي يفرض على كل ملاعبي اكيد تجديد العقد. فما تغيير الان، خروج ربما زياد بريمة، زياد بريمة وباش يدخل الطيب المزياني، اكيد طيب مزياني باش يدخل الفينيكس الجزائري مره اخرى، طيب مزياني اكيد لابلى البلاء الحسن خاصه في مباراة الاولى وفي الرحله الافريقيه الاولى ايضا. هذه الكره نيسال بدري، البدري يزع الكره في القائم الثاني، توصل لشكون ولكن موجود حارس المرمى رغم مطالبه بلمسه يد في توقيت تقريبا 10 دقائق لعب مراد في الشوط الثاني، وكين عاده تقريبا بنفس الريتم بنفس النسق نتاع الشوط الاول اللي كنا نهينا به بدينا به الفتره الثانيه. نرجع للمباراه برامي تمس لصالح فريق مستقبل جيبس، يرتفع نسبيا مستوى هذا الشوط الثاني خاصه من قبل الترجي، الترجي اللي يبحث على تسجيل الهدف الاول بعد القيام بتغيير اللاعب زياد بريمة، اللاعب الشاب ثاني مشاركه ليه مع فريق الترجي، لاعب المنتخب الاولمبي باللاعب الجزائري الطيب المزياني. هو امامكم على الصوره اللاعب الشاب للترجي زياد بريمة، في الحقيقه لعب شوط اول كان ممتاز، صحيح ما سجلش اهداف ولكن اقلق دفاع فريق مستقبل جابس بتحركات سريعه وبطبيعه خاصه التمريرات كذلك بالنسبه لهذا اللاعب الشاب للترجي. نرجع بمخالفه لفريق الترجي الرياضي التونسي داخل مناطقه، امامكم على الصوره قائد فريق الترجي سامح الدربالي ينفذ المخالفه تمشي في اتجاه هيثم الجويني لكن تقطع من دفاع فريق مستقبل جابس، تمشي عن طريق مراد الهدلي، هجوم لصالح مستقبل جابس، محاوله المرور عبر رواق الايمن ولكن يسقط مراد الهدلي والحكم يعطي مخالفه وضربه خطا لصالح مستقبل جابس. يبقى ملقى على ارضيه الميدان مراد الهدلي ولد السيوتي اللي لعب في الكلوب وكذلك تجربه قصيره كانت له مع فريق السي اس اس. هي امامكم محاوله المرور والعرقله بالنسبه للاعب مراد الهدلي، الحقيقه يعني يبقى ملقى على ارضيه الميدان لا باس، ما ثماش اصابه خطيره بالنسبه لهذا اللاعب، ان شاء الله يرتفع اكثر المستوى الفني بالنسبه لهذا الشوط الثاني وان شاء الله نشاهد اهداف من جانب الفريقين. على كل دخول طيب مزياني قبل قليل اكيد لاعب عنده امكانيات وفنيات فرديه كبيره برشا بالنسبه للاعب الجزائري، هجوم لصالح مستقبل جابس ولكن تضيع الكره تبقى في دفاع الترجي وارتباك ومحمد علي اليعقوبي يخرج الكره للتماس، رمي التماس لصالح مستقبل جابس، بلال بن ابراهيم في التنفيذ ينفذ الكره مع اللاعب مروان السعيدي، يوزع بلال بن ابراهيم، تدخل محمد علي اليعقوبي ويخرج الكره مره اخرى، تماس ثاني لصالح فريق مستقبل جابس داخل مناطق فريق الترجي. فريق مستقبل جابس بدوره يحاول يضغط على الترجي في مناطقه، ينفذ الكره مع اللاعب دراميمي كايلو، تمشي الكره مروان السعيدي، محاوله التوزيع يمشي معها اللاعب ايمن بن محمد، تصطدم به الكره والمساعد يقول انه التماس لصالح مستقبل جابس. دائما وكالعاده في التنفيذ بلال بن ابراهيم، بلال بن ابراهيم في تنفيذ التماس لصالح مستقبل جابس، تتنفذ فرانكوم موجود في التغطيه، ارتباك في دفاع الترجي، تبقى الكره مروان السعيدي يسقط داخل منطقه الجزاء والحكم يعتبر مروان السعيدي قام بعمليه تمويه ويرفع في وجهه الورقه الصفراء، وهي الورقه الصفراء الثانيه في المباراه بعد ما كان انذر كذلك يوسف البليلي في الشوط الاول بعد محاوله لمس كره باليد. هذه المره نضال الطيف يرفع الورقه الصفراء في وجه اللاعب مروان السعيدي متوسط ميدان فريق مستقبل جابس بداعي التمويه داخل منطقه الجزاء ومحاوله الحصول على ركله جزاء، تتنفذ المخالفه تبقى عند الترجي عند ايمن بن محمد، يعطي كره فرانكوم في وسط الميدان تمشي لهيثم الجويني، هيثم الجويني محمد امين المسكيني، يصعد سامح الدربالي من جهه اليمين في محاوله لمعاضده خط الهجوم، محاوله لعب واحد اثنين ثم المخالفه، ثم المخالفه لصالح الترجي عن طريق المخالفه تم ارتكابها على الطيب المزياني. هاي امامكم الاعاده، شكرا للزملاء الفنيين، والمخالفه كانت واضحه من زياد الشاوش على الطيب المزياني مهاجم الترجي الجزائري، ضربه مخالفه لصالح الترجي في توقيت تقريبا 13 دقيقه لعب في هذا الشوط الثاني، صفر مقابل صفر
بين مستقبل جيبس والترجي الرياضي في تنفيذ المخالفة. يوسف البلايلي ينفذ بسرعة في اتجاه طيب المزياني متفطن. زياد الشاوش يخرج الكرة للركنية. زياد الشاوش 31 سنة يخرج الكرة للركنية، ركنية لصالح الترجي. يمشي لتنفيذها الجزائري يوسف البلايلي. يوسف البلايلي في تنفيذ الركنية لصالح الترجي. بالطبيعة ينزلوا أغلب لاعبي الترجي للمناطق الأمامية. التنفيذ على مستوى نقطة ضربة الجزاء والدفاع يتدخل بعد الكرة عن طريق علاء الدين البوسليمي، لكن ترجع معاكسة للترجي هيثم الجويني، ولكن التغطية كانت ممتازة من بلال بن إبراهيم. يخرج الكرة للتماس، رمي التماس للترجي كالعادة باش ينفذها الظهير الأيسر اللاعب أيمن بن محمد في تنفيذ التماس للترجي. أيمن بن محمد يجيها اللاعب أنيس البدري، عملية 1-2 تمشي. ترجع مرة أخرى أيمن بن محمد يحاول يمر على الرواق الأيمن، يجيها اللاعب فرانكوم ياخذ كرة الأسد الكامروني، لكن ضيع الكرة تتقطع هجوم عكسي صالح مستقبل جابس عن طريق مروان السعيدي. تمشي كرة اسكندر العقربي في الجهة اليسار، عملية 1-2 يمشي محمد أمين المسكيني في التغطية على اللاعب سامح الدربالي. ممتاز ممتاز محمد أمين المسكيني بذكاء، رغم أنه لاعب شاب كان يلعب في خطة ظهير أيمن في تشكيلة النادي الرياضي لحملونف. جاء المدرب معين الشعباني غير له الخطة نتاعه، الخطة نتاعه كذلك خالد بن يحيى ما ننساش، من لاعب يلعب في الرواق الأيمن إلى متوسط ميدان دفاعي، ونجح فيها هذا اللاعب إلى حد الآن. كل ما استحقه معين الشعباني إلا موجود اللاعب هذا موجود. تمشي الكرة يوسف البلايلي، طيب المزياني، عملية 1-2 متفطن بلال بن إبراهيم يقطع الكرة، تمشي إلى مروان السعيدي. مروان السعيدي يتباطأ في الحقيقة، مروان السعيدي يسقط والحكم يعطيه ضربة مخالفة. ضربة مخالفة لفريق مستقبل جيبس مع أمام الكرة اللاعب بلال بن إبراهيم. هاي الإعادة أمامكم، سقوط اللاعب مروان السعيدي في تنفيذ المخالفة. أما اللاعب بلال بن إبراهيم ينفذ المخالفة، تمشي إلى اللاعب علاء الدين البوسليمي في وسط الميدان، يوزع الكرة، تدخل ممتاز من سمح الدربالي يقطع الهجوم على مستقبل جيبس، يعكس به الكرة لفريق الترجي، لكن بلال بن إبراهيم في التغطية يقطع الكرة ويخرجها للتماس في توقيت نزيه تقريبا 16 دقيقة لعب في الشوط الثاني، 0-0 بين مستقبل جيبس والترجي. ربع ساعة لعب وتجاوزناه في الشوط الثاني، وديما الحالة نفسها، وديما الحالة أكيد يبقى تعادل السلبي مازال متواصل مع توقفات إلى حد الآن والإصابات، مع دعم الجماهير الحاضرة لهنا في الملعب الأولمبي بجيبس. مستقبل جيبس إلى حد الآن ناجح خاصة على المستوى الدفاعي، يحاول من حين لآخر التسرب على الأروقة وخاصة جهة اللاعب زيد الشاوش، ولكن في كل مرة يلقى دفاع الترجي حاضر. نفس الشيء بالنسبة للترجي مع التغيير توا مع الطيب المزيني لاعب بارادو الجزائري سابقا، واللي كان عنده تجربة في لوهافر زيد في فرنسا، أكيد مع تجربة قصيرة في ليتوانيا. بالنسبة للمزيني ربما مع إضافاته الفنية مع البقية خاصة البدري اللي شفناه تحرك في الشوط الثاني، نيس البدري، هيثم الجويني، ويوسف البليلي، أكيد الرباعي هذا يبحث على افتتاح النتيجة للترجي. في المقابل أيضا مستقبل جيبس يسعى إلى على الأقل المشي بالمباراة أكثر إلى آخر اللحظات، ربما يبحث عن مفاجأة، يبحث على خطف تأهل وترشح والترجي بدوره أيضا كما حكينا. يعني كل الفرق وكل الموجودين في مسابقة الكأس يسعوا للوصول إلى أقصى نقطة ممكنة، خاصة وأن الترجي متعود على التتويج بالأميرة. هذه كرة وترجع لين في وسط ميدان المستقبل جيبس في اتجاه عمق الدفاع الترجي. الحوار لين بدني بين اليعقوبي وجاك ميدينا ينتهي بوجود خطأ يعلن عليه الحكم لصالح دفاع الترجي. بسرعة التسلل كان حقيقة، فرانكوم يقوم بعمل كبير الكاميروني، فرانكوم كوم في محاولة الربط بين الدفاع والهجوم. فرانكوم يلقى الحل على اليمين مع المزياني، الطيب المزياني في وسط الميدان مع يوسف البليلي مواتنو. الكرة لين فرانكوم مجديد، عنيس البدري، عنيس البدري أفضل لاعب تقريب في الشوط الثاني، عنيس البدري رغم هذه التمريرة الخاطئة من عنيس في هذه اللحظات. ميمكم كين عادة قيس الزواغي، قيس الزواغي اللي يلقى في صعوبات في البطولة. نعرف أنه مستقبل جيبس مع لا استقرار وعدم استقرار كلي على مستوى الإطار الفني في هذا الموسم بين المساوي والسليمي وثالث الزواغي.
بينما الترجي الاستقرار الكبير خاصة مع معين الشعباني بعد خروج خالد بن يحيى في نصف نهائي دوري الأبطال. هذه كرة مروان السعيدي، السعيدي يلعب الكرة في ظهر أيمن بن محمد، توصل درامي ميكايلو مع السرعة المعهودة، درامي ميكايلو ولكن الاستيميتا، استيميتا ما بعدها استيميتا وقوة بدنية ما بعدها قوة بالنسبة لأيمن بن محمد، واحد من الملاعبية واكتشافات الموسم بالنسبة لبن محمد بامتياز في بطولة الموسم الحالي، ونفس الشيء في كل منافسات الترجي. مروان السعيدي يوزع يلقى كالعادة ليعقوبي، ليعقوبي الصخرة الدفاعية اليوم في محور دفاع الترجي، اكيد لاعب ممتاز جدا الحقيقة رغم الانتقادات في كل مرة، الا انه ليعقوبي مع كل مناسبة ومع كل مباراة يثبت انه له مكان على الاقل في التشكيلة الحالية للترجي الرياضي التونسي. التماس مشيت لعبة طويلة الان، التماس مشيت لعبة طويل بين بلال بن ابراهيم كالعادة مع صعود الكل في كل الهجمات، مستقبل جابس في اتجاه جاك ميدينا موجود الكاميروني كام، توصل البدري او البدري بالفعل الان، البدري انيس البدري، انيس البدري بسرعة كبيرة، انيس البدري رغم الارضية، انيس البدري، انيس البدري توغل انيس، انيس، انيس البدري في المحاولة الان باش يوزع انيس البدري، يوزع انيس وموجود، موجود على الدين البوسليمي، البوسليمي موجود، ترجع فرانك كوم ارتفعنا سقف في هذه اللحظات، يبدل كليا من اليسار لليمين وين يتواجد، وين يتواجد سامح الدربالي، الدربالي للبليلي، البليلي ولين الكرة للمزياني، المزياني والبدري، انيس، انيس البدري لبن محمد، ملعبية تكونت كلها في ملاعب اوروبية خاصة بالنسبة للبدري بن محمد، هذه الملعبية وكانت ملعبية أخرين زادة مرت بتجارب أوروبية كيما فرانك كوم اللي لعب في كارل شروة ولو تجربة قصيرة في ألمانيا درجة ثانية، اللاعب سامح الدربالي يحاول يتوغل موجود، ممتاز زادة، ممتاز جدا على مستوى التغطية زادة شاوش في هذه اللحظات، في هذه اللحظات زيادة شاوش 20 دقيقة لعب في الشوط الثاني، 65 دقيقة لعب في المباراة. المزياني، المزياني كانت الكرة ضربت في الجويني ورجعت الحارس المرمى رامي جريدي، رامي ريس يتقدم، رامي الجريدي يعطيها للدربالي مجديد ثنائي الخبرة الجريدي والجريدي وكذلك الدربالي تنتهي بضربة خطأ حقيقة بين الفينة والأخرى، بين الحين والآخر، بين الومضة وأخرى، نلقى جمهور أو نلقى ملعبية الترجي يحاولوا خاصة خلق الهجمات، الإبداع على مستوى صنع اللعب، ولكن في كل مرة مع عدم وجود صنع ألعاب كلاسيكي بأتم معنى الكلمة يلقى المشكلة الترجي في اللمسة الأخرى، رغم أنه موجود اليوم سعد بقير، وهي فرصة باش نذكره أنه موجود سعد بقير، الشعلالي لوكوزا أيضا حل النيجيري اللي جاي جديد أيضا، يعني موجود الحل في الترجي في الحقيقة مع تقدم المباراة أكثر أكيد التغييرات من هذا الجانب وآخر، نفس الشيء بالنسبة لمستقبل جيبس، أعيد مرة أخرى خاصة زكريا ملوك، أحمد سولة الملاعبي لاكتشاف هذه كرة للترجي مرة أخرى، مرة أخرى البدري يلعب الكرة للجويني ولكن موجود الدفاع، موجود الدفاع مراد يعني في كل مرة الترجي هاو بدأ يحاول في اللحظات هذه، ولكن في كل مرة يأكد أنه دفاع مستقبل جيبس زاد حاضر، وهذه كرة المسكيني يدخل الـ 18 المسكيني، الحكم مش يقول حكم مرة أخرى، التمويه موجود تقريبا على نفس الشكل هجوميا لمستقبل جيبس، هذه المرة إنذار ربما لهذه الإعادة أو الإعادة نتأكدوا منها الحقيقة، ولو أنه ما نحبوش نحكموا على هذه الكرات الصعبة، ما نحبوش نحكموا على هذه الكرات الصعبة ديما، ما نحبوش نحكموا على هذه الكرات الصعبة ديما، نخلوها أكيد الأخصائيين ضربات الجزاء خاصة، ولو أنه شوف الكرة الكره الحقيقه واضحه في الحقيقه نزيه موجوده ضربه الجزاء كانت يعني الساق ممدوده بالنسبه للاعب مستقبل جيبس، على كل الحكم هو بالطبيعه اللي يعطي الراي واضح، لكن الصوره كانت اثبت ان المدافع ارتكب خطا على محمد امين المسكيني، على كل يبقى القرار ديما للحكم المباراه نضال الطيف اللي في الحقيقه يامر بمساله اللعب مع رفع بطاقه صفراء في وجه متوسط ميدان فريق الترجي. اكيد هذه الكره، وكان فما تغيير في مستقبل زيده في مستقبل جابس، تغيير كان صار بدخول خميس المعواني اللي هو اعاره الترجي في الحقيقه، ولو انه كان في الملعب الجابسي، وخرج خليل عبد الله مولاي، كل اللقطات والاكيد ربما لتثير الجدل الحقيقة نخلوها أكيد المختصين فيها، ولو أنه ديما فما صعوبة فما بين فما ضربة جزاء ولا لا في هذه الكرات. على كل حال ترجع الكرة للمحور مع الترجي اللي تحسن أداؤه بشكل واضح وبشكل جلي في هذه اللحظات. المسكيني، المسكيني يعطي الكرة، الكرة لفرانكوم، فرانكوم تعطي الكرة للبليلي، وزع البليلي وخروج صدق الدبشي، خروج الحارس صدق الدبشي، وروجا الحارس صدق الدبشي المتميز جدا الحقيقه
مع كل الهجمات، ولو انه فماش كرات خطيره اللي شدها اليوم صدق الدبشي ولا فرص واضحه. على كل حال البدري رجل الشوط الثاني لحد الان على كل حال في هال 23 دقيقه لعب لمسكيني. دربيلي يلعب كره طويله ممتازه جدا في اتجاه يوسف البليلي يدخل البليلي، ولكن للحارس مره اخرى صدق الدبشي حارس المنتخب الاولمبي كما حكينا صدق الدبشي. وامامكم جاك ميدينا القادم من اقصى شمال من نادي البنزرتي في شكل اعاره، طبعا هو تحت الكتاب باعتبار عمره اقل من 21 سنه بالنسبه لجاك ميدينا. في الحقيقه نزيه وانت تتحدث على الملاعبين الاجانب بالنسبه لفريق مستقبل جيبس في الحقيقه ما قدموش الاضافه، نقولوها صراحه اللاعب وقت اللي يتم انتدابه يعني لاعب محترف ممكن يقدم الاضافه، لكن للدولي الموريتاني احمد خليل جاك ميدينا صحيح هذه ثاني مباراه ليه، لكن كذلك درامي ميكايلو كذلك، لكن الى حد الان ما ثمش اضافه. هو نفس الشيء الحقيقه، انت اعطيت ملاحظه على الملاعبين الاجانب، ولكن بالنسبه للدرامي ميكايلو نفس الشيء بالنسبه لجاك ميدينا واحد مباراه ثانيه ليه مع غياب النصر باعتباره انه في النادي البنزرتي يلعب وترا كاساسي، ونفس الشيء زاد درامي ميكايلو اللي هو حتى في فتره التاهيل البدني كان ضبطات برشا بالنسبه لدرامي في هذا الميركاتو. خلي عبد الله مولاي ربما الاستثناء باعتباره انه الحقيقه قدم مباريات سابقه جيده اهمها من النجم الرياضي الساحلي، اليوم ربما كان مجانب للحدث وللمباراه. على كل حال طيب مزياني عنده الكره، مزياني الفنان الساحر الحقيقه في وسط الميدان يحتال البدري الهداف. تشكيلة الترجي ثرية رنانة خاصة على مستوى الخط الهجومي مع الانتدابات الأخيرة، في انتظار أيضا عودة حمدي الهوني المصري من الإصابة اللي كانت تعرض لها والأداء الكبير اللي قدمه في مباراة بنزرت. البدري مجديد في وسط الميدان يرجع صنع العاب أنيس البدري في هذه اللحظات. المسكيني يأتي الكرة من اليمين ولكن مقطوعة من خميس المعويني، يرجع البدري في الاستيماتة. فرانكوم يأتي الكرة من جديد للمزياني، ترجع له للمحور أيمن محمود باش يطول. أيمن محمود يطول في اتجاه سامح الدربالي. أنيس البدري 25 دقيقة لعب إلى حد الآن في هذا الشوط، وديما تعادل سلبي 0-0. ذكروا بالقانون أنه أكيد إذا في صورة ما تواصل التعادل نمشوا الحصص إضافية بعد ضربة جزاء، فما أيضا تكمل ربما في هذا الخصوص يعني في مسابقة الكأس. المنافس القادم يعني الاحد الفرق اللي باش يتاهل اكيد الاحد الفريقين الاثنين اللي باش يتاهل باش يكون فما عمليه قرعه ربما ماهوش كما السنوات السابقه او القريبه السابقه اللي كان فيها القرعه موجهه يعني حتى الحدود النهائيه، يعني باش تعاود مع عمليه قرعه مره اخرى في مسابقه كاس تونس لتعرف على المنافس في هذه المسابقة. بن محمد بممتاز الترويذ، بن محمد هيثم الجويني في العمق وفي ظهر في راس غوما اللي تواجد بامتياز ويخلي الكرة في التمس. في توقيت نزيه 26 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، دائما 0-0 بين مستقبل جيبس والترجي الرياضي هنا في ملعب جيبس الأولمبي قطب لقاءات الدور 16 لكأس تونس. تنفذ التماس لكن تتقصي الكرة، نرجع بركة إشارة بسيطة نزيه بالنسبة للمهاجم الدولي الموريتاني أحمد خليل، لاعب محترف مسجل إلى حد الآن زوز أهداف فقط شوية بالنسبة للاعب هذا، ومستقبل جيبس محقق إلا زوز انتصارات ما قدمش الإضافة أكيد هذا الملاعب بقطع النظر عن الإمكانيات اللي يتمتع بها، لكن ما وظفهاش إلى حد الآن في خدمة فريقه مستقبل جيبس. ترجع كرة لفريق الترجي الرياضي لكن تتقص تمشي إلى بلال بن إبراهيم يوزع كرة يعطي كرة إلى اللاعب مراد الهذلي يحاول يخرج درامي ميكايلو، بالفعل توصل درامي ميكايلو محاولة المرور أمام اللاعب أيمن بن محمد ممتاز في عملية التغطية. اللاعب أيمن بن محمد بالرغم من أنه خذا عليه الأسبقية درامي ميكايلو إلا أنه هاي أمامكم الإعادة سبق الكرة أخلطت عليه قام بالتغطية وبالطبيعة خلى الكرة تخرج ضربة مرمى لصالح فريقه الترجي الرياضي. ضربة مرمى باش يتولى تنفيذها حارس المرمى رامي جريدي أمامكم على الصورة باش ينفذ ضربة المرمى 550. يعطي الحكم إشارة التنفيذ ينفذ كرة تتجاوز منطقة وسط الميدان تمشي في اتجاه أنيس البدري لكن يقطعها قبل ذلك اللاعب بلال بن إبراهيم يضع الكرة في التماس، تماس للترجي عن طريق اللاعب
ايمن بن محمد ينفذ كره مع اللاعب محمد امين المسكيني، يرجع له كره، كره قصيره بين محمد امين المسكيني وايمن بن محمد، تمشي للكامروني فرانكوم في وسط الميدان، يقترب فرانكوم يحاول هجوم للترجي، يوسف البلالي مرر ولكن متفطن الدفاعي، بعد الكره ترجع مره اخرى للترجي عن طريق يوسف البلالي، يعطي كره الى سمح الدربالي في الرواق الايمن، عمليه واحد اثنين تمشي طيب المزياني، ما ياخذش الكره، الحكم يرجع ويعطي المخالفه للجزائري يوسف البلالي. تحرك يوسف البلالي مع رفع الانذار في وجه اللاعب مراد الهذلي او اللاعب اعتقد علاء الدين البوسليمي، اعتقد انه ما كانتش واضحه الصوره، اعتقد انه علاء الدين البوسليمي هو اللي تحصل على انذار من قبل حكم المباراه نزار الطيف. يبقى الجزائري ملقى على ارضيه الميدان. نذكر انه الترجي تنتظر مباراه هامه ضمن الجوله الثالثه لكاس ربيط الابطال الافريقيه نهار السبت امام فريق اورلاندو بيراتس الجنوب افريقي في جوهانسبورغ، لقاء ينطلق في 8 نتاع الليل بتوقيت تونس. تمنيات ان شاء الله بالتوفيق، كما نتمنى التوفيق ان شاء الله لفريق النادي الافريقي كذلك في نفس الاطار امام فريق مازامبي بالكونغو الديمقراطيه. اللقاء ينطلق في ساعتين، هاي امامكم الاعاده على الصوره، اعتقد حامل القميص رقم 7 خميس المعواني. الحكم رفع في وجهه الانذار، حكم المباراه نزال الطيف. يبقى يتالم المهاجم الجزائري يوسف البلالي، لكن المخالفه باش ينفذها سامح الدربالي الظهير الايمن للترجي، سامح الدربالي كابيتانو باش يتولى تنفيذ الخطا والمخالفه للترجي. نذكر في توقيت تقريبا 30 دقيقه لعب في الشوط الثاني تنفذ المخالفه قصيره، تمشي الكره عند انيس البدري، رجع كره محمد امين المسكيني، يوسف البلالي تصطدم الكره بزياد الشاوس لكن ترجع له مره اخرى، تبقى دائما عند يوسف البلالي، يبقى محتفظ بالكره، يعطيها لمحمد علي اليعقوبي تقريبا في منطقه وسط الميدان، يبين ان الترجي ضغط عالي ولكن تتقص الكره والحكم يعطي مخالفه لفريق الترجي بعد مخالفه تم ارتكابها على هيثم الجويني مهاجم الترجي يعني نزيه في توقيت 30 دقيقه لعب ربع ساعه فقط. وصلنا لنهايه المباراه 0-0 بين مستقبل جابس والترجي. ربع ساعة فما إمكانية يتأجل فيها الحسم إلى أكيد الحصص الإضافية كما زادت نجم تكون ربع ساعة حاسمة في مشوار المباراة، وفي هذه المباراة إلى حد الآن اللي لم تبح بأسرارها باعتبار أن التعادل السلبي ما زال متواصلا بين الفريقين، مع المحاولات الأكثر جدية للترجي في هذا الشوط الثاني. إذا البدري يحاول يباغت ولكن يرجع الحكم مازال ينبه على الجدار الدفاعي الاولي لمستقبل جيبس مع توصيه الحارس صدق الدبشي في هذه الكرات الاخيرة. نعرفوا انه اكثر من لاعب عنده القدره انه يسدد من المسافات البعيده سوى البدري ولا المسكيني، ولو انه يبدو باش يكون هناك تمهيد من بعد باش يصوب المسكيني. الحكم مازال ينبه على مراد الهذلي، التمهيد والتصويب والحارس ممتاز، الحارس وممتاز التصويب ايضا كما حكينا، هناك تمهيد في البدايه ثم تصويبه قويه ولكن الحارس متفتن كالعاده الحارس صدق الدبشي بامتياز كبير. الحارس تقريبا الفرصه الجديه الواضحه والخطيره او لعاده الان امامكم في الصوره، التصويبه كانت مباشره ماشيه للمرمى ولكن الحارس كان متفتن، الحارس اكيد متفتن لكره محمد امين المسكين. وهذا التغيير الثاني في الترجي، سعد بقير مكان يوسف البلالي المصاب، يبدو هكذا سعد بقير اكيد اللي عاده يكون حاسم في المباريات اللي يلقى فيها الترجي صعوبه، نعرفوا انه قيمه صنع العاب وصنع الالعاب في هذه المباريات مع اللمسه الاخرى. مستقبل جابس يلعب بامتياز كبير خاصه على الوضعيه الدفاعيه، بانضباط تكتيكي كبير برشا من المدرب اللي كان يعرف برشا الدفاع قيس الزويغي. الكرة على الجهة اليمنى بلال بن ابراهيم، ميكايلو درامي ميكايلو بين ثلاثة، درامي ميكايلو يلقى الحل مع مروان السعيدي الهداف في البطولة، عنده زوز اهداف خاصة في الجولات الأخرى. المستقبل جابس، مقطوعة الكرة بسرعة، مقطوعة الكرة من نيس البدري، في القيمة نتاع نيس البدري يعني دور تكتيكي كبير برشا نيس البدري خاصة في العودة الدفاعية في كل مرة. أفضل لاعب مغاربي
انيس البدري من جانب الترجي، مراد الهذلي في وسط الميدان، بلال بن ابراهيم، بلال بن ابراهيم يتسرب، بلال بن ابراهيم الحكم يقول الكره تجاوزت الخط وخرجت، خرجت الكره نتاع بلال بن ابراهيم على الجهه اليمنى. امامكم في الصوره سعد بكير اللي يعرف برشا الملعب هذا مع الملعب الكبسي ابن اتحاد تتوين. سعد بكير في وسط الميدان، سعد بكير يعطي للطيب المزياني، الطيب المزياني، المزياني يحاول يمر من خميس المعويني، يمر يلقى المسكيني، المسكيني ترجع له للمزياني، فماش تفاهم في الكره هذه يلتحق بها انيس البدري، البدري البدري اكثر لاعب لمس الكره في الشوط الثاني، الحكم مش يقول تسلل، يبدو موجود تسلل بالفعل، ثم الاشاره على كل حال من الحكم في هذه الكره. تسلل كما قلنا، نقترب من نهايه المباراه تقريبا، نقترب من 10 دقائق الاخيره في قمه مباريات الكاس. نعرفوا انه اكيد القناه الوطنيه او التلفزه الوطنيه بقناتيها الاولى والثانيه تامن لكم مباراه الترجي ومستقبل جيبس، نفس الشيء مستقبل المرسى ونادي رياضي الصفاقسي. بالنسبه لمباريات اليوم نهار ثلاثه دفعه ثانيه غدوه، هذه الكره طويله موجود جاك ميدينا، جاك ميدينا يرجع معه هنيس البدري او لاعب طيب مزياني كان في الكره الاخيره، في الكره الاخيره طيب مزياني، كره طويله من زياد الشيوش ويتحسر على تماس، يتحسر على تماس، صعود في كل مره تقريب. اللاعب المدافع الوحيد اللي يصعد في تشكيله مستقبل جيبس هو زياد الشيوش على الجهه اليسرى مع تحفظ دفاعي واضح خاصه على الجهه اليمنى اللي يتواجد فيها بلال بن ابراهيم. الكره لجاك ميدينا، جاك ميدينا معه فرانكوم، حوار افريقي لين الكره من فرانكوم، ما زالت الحوارات، ما زالت الحوارات البدنيه في انتظار تدخل سفيره الحكم. دخلت سفيره الحكم وتعطي خطا ومخالفه لين في 80 دقيقه لعب بالضبط لين، او اللي عاد شوفوا اللي عاد فرانكوم شاوش، وفي الاخير اكيد استحواذ على الكره غير شرعي بالنسبه لزياد الشاوش، اعتبار انه كان ملقى زياد الشاوش على الكره، وبالتالي باش ترجع ضربه خطا للترجي. 80 دقيقه لين مراد، المباراه كما تنجم تنتهي في وقتها الاصلي كما اكيد نجم تمتد لوقت اضافي، اكيد 10 دقائق اكيد باش تكون حاسمه في هذا، في هذه المباراه وفي هذه القمه، نجم نقولوا قمه مباريات الكاس على كل حال. نعم اكيد 10 دقائق متبقات بالنسبه لهذه المباراه، هل ستتغير النتيجه ام سنلتجئ الى زوز حصص اضافيه، كل حصه دوم 15 دقيقه، والا كذلك لما لا قد يتم الالتجاء الى ركله الترجيح طبعا في صوره تواصل التعادل بين الفريقين. على كل تمشي كره رامي التماس لفريق مستقبل جيبس، بلال بن ابراهيم في تنفيذ التماس، على الصوره امامكم الظهير الايمن لفريق مستقبل جابس ينفذ تدخل من ايمن بن محمد بالراس مره اولى، ترجع الى سعد بقير، تمشي انيس البدري تتقطع الكره، تمشي معاكسه الى حارس الترجي رامي الجريدي، رامي الجريدي يعطي كره الى ايمن محمود، ايمن محمود لاعب فريق الملعب الجابسي سابقا، ايمن محمود كره تمشي سعد بقير، سعد بقير يعطي كره الى محمد علي اليعقوبي، عند علي اليعقوبي اللي في الحقيقه خضع في الفتره الاخيره لفتره تمارين شاقه حتى ربما يسترجع اللياقه البدنيه نتاعو، ويقدم في مردود الى حد الان محترم جدا بالنسبه لمدافع الترجي. يلعب كره تمشي الى ايمن محمود، تبقى الكره دائما عند الترجي، سعد بكير ما توصلوش الكره، تقص عن طريق اسكندر العقربي، هجوم معاكس تمشي لجاك ميدينا، ولكن محمد امين المسكيني ممتاز كان موجود في عمليه التغطيه، يقطع هذه الكره تمشي سامح الدربالي، يرجع بالكره الى الخلف من مكان بعيد نسبيا الى حارس مرمى رامي جريدي، يعطي كره الى محمد علي اليعقوبي، محمد علي اليعقوبي ياخذ كره تمشي دائما لصالح الترجي عن طريق انيس البدري، انيس البدري ايمن بن محمد، تبادل كره بين لاعبي الترجي داخل مناطقهم بضغط طبعا من مروان السعيدي، متوسط ميدان فريق مستقبل جابس، حوارات داخل منطقه وسط الميدان، اكيد وسط ميدان هو المحرار بالنسبه لاي فريق، تمشي محمد علي اليعقوبي ينتظر تحرك بقيه رفاقه، تمشي للكامروني فرانكوم، فرانكوم يعطي كره الى ايمن محمود، ايمن محمود يجي اللاعب سامح الدربالي في الرواق الايمن، يوزع كره في اتجاه طيب المزياني، ما فهموش طيب المزياني موجود في التغطيه، اللاعب
علاء الدين البوسليمي يخرج الكرة للتماس، رمي التماس لصالح الترجي داخل منطقة فريق مستقبل قبس، تنفذ بسرعة، تمشي فرانكوم، فرانكوم في هجوم لصالح فريق الترجي، عودة مرة أخرى، عملية 1-2 بينه وبين طيب المزياني، ممتازة، هجوم خطير، طيب المزياني يوزع كرة وتدخل الدفاع، تدخل الدفاع عن طريق اللاعب فراس غومة، يبعد الخطر من أمام حارس مرماه صدق الدبشي، كان توغل من المهاجم الجزائري طيب مزياني يخرج يوزع كرة، ولكن فراس غومة لاعب المنتخب الأولمبي كان موجود في المكان المناسب، يبعد الخطر على مرماه، تبقى الكرة عند الترجي، أكثر استحواذ فريق الترجي على الكرة مقارنة بفريق مستقبل جابس، ولكن النتيجة دائما متعادلة ما بين الزوز فرق إلى حد الآن 0-0. تمشي محمد أمين المسكيني في وسط الميدان، محمد أمين المسكيني يعطي كرة إلى أنيس البدري، أنيس البدري يطلب كرة فرانكوم، تجيه تمشي الكرة إلى فرانكوم، يحاول يخرج طيب مزياني، يعمل ترويض للكرة، يراوغ طيب مزياني، يعمل عملية 1-2 بينه وبين أنيس البدري، يبقى الهجوم للترجي خطيرة، طيب المزياني ينفرد بالمرمى والتألق، والتألق والامتياز، ما زالت الكرة متواصلة، التألق والامتياز لصدقي الدبشي، صدقي الدبشي اللي فسخ هدف كان واضح للترجي بعد انفراد من المهاجم الجزائري الطيب المزياني، ولكن صدقي الدبشي كان عنده كلام آخر يفسخ هدف، تبقى الكرة عند الترجي، ولكن سمح الدربالي ترويض خطأ للكرة تمشي إلى صدقي الدبشي حارس مستقبل جيبس، قلت صدقي الدبشي كان حاسم يفسخ هدف كان واضح للترجي في هذه الدقائق الأخيرة، هاي الإعادة أمامكم، ينفرد بالمرمى، يخرج صدقي الدبشي، يقوم بالتغطية ويفسخ هدف كان واضح بالنسبة لفريق لفريق الترجي. براعة كبيرة في الحقيقة من صدقي الدبشي، أيضا من اكتشافات الرائعة في هذا الموسم، شوف القيمة زادة متاع التمرير الرائعة من لاعب أنيس البدري، تقريبا نجم نعتبروه رجل الشوط الثاني في الحقيقة، أنيس البدري مع تحركات قراءة شاملة للميدان، تمريرات كبيرة ومميزة الحقيقة في مكانها، وتألق كان الحارس صدقي الدبشي، حقيقة صدقي الدبشي يشبه برشا الحقيقة خاصة على مستوى البنية الجسدية والحضور في المرمى، الحارس المنتخب الوطني معز حسن تقريب تشبه كبير في الحضور بالنسبة للحارسين، كانت كرة فرصة خطيرة، كرة ثانية خطيرة للترجي بعد التسويبة اللي كانت قبل دقائق من محمد أمين المسكيني، وكان عادة ترقى التصدي والتألق من الحارس الصدق الدبشي اللي يتألق مع الفرق الكبرى، وفي الحقيقة تألق ضد النجم الساحلي خاصة في المباراة اول مباراه كذلك نزيه ما ننسوهاش كونتر النادي الافريقي، في يعني كان تألق بشكل لافت في مباراه الانديه الكبرى من النادي الافريقي، امام ايضا نجم الرياضي الساحلي، مباراه مستقبل جابس ونادي الصفاقسي الجوله الاخيره كانت في ملعب المتوية، ربما ما كانتش فرص كبيره وكان نادي الصفاقسي ربحت بذكاء كبير، على كل حال الكرات ما زالت متواصله، جاك ميدينا في محاوله هجوميه لمستقبل جابس، جاك ميدينا، مراد الهذلي وميدينا، مراد الهذلي وميدينا، وبعيده بعيده بعيدة الكرة، رغم كانت الفرصة سانحة الحقيقة، الفرصة سانحة للتسجيل ولكنها بعيدة، شوفوا جاك ميدينا يمشي بسرعة، هو يلقى مكان في 18 بعد التمهيد من مراد الهذلي، لكنها بعيدة جيت على ساقه اليسار بالنسبة لجاك ميدينا 20 سنة، فرص شاهدنا الحقيقة فرص في الشوط الثاني، يمكن أكيد فما تغييرات في الحصص الإضافية، أكيد جمهور الترجي ينتظر اكتشاف جونيور لوكوزا ويكتشف الملاعب بهذا النيجيري وإمكانياته، على كل حال جاك ميدينا مرة أخرى، ميدينا ميدينا يسدد ميدينا وجانب المرمى، بجانب المرمى، يعني كانت كرة خطيرة خطيرة برشا الحقيقة، المحاولة الهجومية من جاك ميدينا كيما جات، التصويب التصويب كيما جات من جاك ميدينا، وكانت بختتنا في الحقيقة بما أنها كانت في الشباك الجانبية، الشباك الصغيرة، وعصابة نتمنوا سلامات للحارس رامي جريدي، 10 دقائق أخيرة كانت جيدة جدا في الحقيقة، نلعب الآن في 87، شوف الإعادة، شوف الإعادة تقريب كيما جات، كان ينجم يكون هدف ممتاز جدا، ولكن مرت سلامات على الحارس رامي جريدي، شفنا فرص خطيرة من الترجي، محاولة أولى وثانية، وخاصة التصدي متاع الدبشي، يجاوب جاك ميدينا بعملية هجومية هي الأبرز، وربما نجم نقوله هي المحاولة الوحيدة لمستقبل جابس في المباراة عموما، والكرة كانت جانبية رغم قربها، سنتيمترات قليلة جنبت مرمى الحارس رامي جريدي، كرة جاك ميدينا تحرك في الشوط الثاني في الحقيقة، جاك ميدينا
المشاكل الهجومية اللي كان لقاها مستقبل جابس في بداية الموسم مع عبد الله السوداني اللي كان تم فسخ عقده لعدم تقديمه للإضافة المرجوة، يعوضوه بجاك ميدينا في شكل إعارة من مستقبل جابس. والترجي الآن مع الأرضية الصعبة، نعرفوا ملاعبين الترجي في الحقيقة ما يتلموش برشا الحقيقة اليوم، رغم أنه نتيجة أكيد ما ترضيش جمهور الترجي باعتباره أنه جماهير الترجي ترغب في كل البطولات وفي كل المنافسات اللي يلعب عليها الترجي. نلعبوا في دقيقة 88 الآن، داخلين في دقيقة 89 تقريبا. كرة طويلة تتلعب من رمي الجريدي، خميس المعواني، خميس المعواني توصل الكرة، جاك ميدينا أو درامي ميكايلو لين ترجع. ما زالت العملية حقيقة رؤية صعبة مع وقوف الجماهير هنا في الملعب الأولمبي بجابس. بكل حال نحاولوا نتجاوزوا الأمر هذا، مشكورين أكيد الجمهور، جمهور جابس الحاضر في الملعب الأولمبي بجابس. شوف الإعادة للتدخل الأخير، حقيقة ما نحبوش تدخلات خطيرة خاصة في الأرضية الصعبة، سلام يعني حرصا على سلامة كل ملعبية يعني، خاصة أو جاك ميدينا اللي هو رقيب كان هو يعني في ارتكاب الخطأ كان هو أصيب زادا. جاك ميدينا تدخل على سامح الدربيلي، الدربيلي أكيد عطاء كبير برشا رغم الهزات في كل مرة، ولكن أكثر لاعب تلقى النقد، أكثر لاعب تلقى انتقادات، ولكن في كل مرة سامح الدربيلي في الحقيقة رغم تقدم في العمر لأنه يبقى من القيمة ثابتة في الترجي في الحقيقة في خطة الظهير أيمن، رغم التجارب اللي كان خاضها، خرج ليبيا رجع مشى الأولمبي البيجي في مرات إعارة بعد ما يرجع للترجي التونسي، وحتى كي يرجع مش لتكملة القائمة مثلا مراد ولا شيء من هذا القبيل. الدربيلي مع أول إصابة مثلا لهبل مباركي منذ العام الفارط أصبح لاعب أساسي وعنصر قار ولا بد منه، وهذا بالنسبه لسامح الدربيلي. ترجع على الكره، نلعبوا في ال 45 دقيقه لعب تقريبا لين مراد، دقيقه الاخيره في هذه المباراه، خمسه دقائق اضافيه نزيه، خمسه دقائق كامله اضافيه في هذه المباراه، يعني ما زالت المباراه طويله وباش تطول. ايمن بن محمد، انيس البدري او الان الكره خاطئه من ايمن محمود. شوفوا الارضيه كيفاش، يعني الكره كانت بطيئه ولكن تم تغيير مسارها. ورامي جريدي ليعقوبي، وحمد علي ليعقوبي خريج مدرسه الشبيبه القيروانيه جي اس كا ومادراك. الكره لمحمد امين المسكيني في اتجاه هيثم الجويني ولكن مقطوعه، توصل الصدقي الدبشي في وسط الميدان، محاولات والصراع هوائي الان، حوارات فضائيه، كرات راسيه من هذا الجانب وذاك تنتهي بخطا لصالح الترجي، مرتكب من مراد الهذلي وحواره مع الكاميروني فرانكوم زاد بسنوات طويله في البطوله حقيقه مع نجم الساحلي ومع الترجي في موسمه الثاني لان مع الترجي ذي تونسي. شوف الصعود كان ربما في اخر، نلعبوا في الدقيقه الاولى الان في الوقت بدل الضايع مراد، مازال اربع دقائق على نهايه المباراه في وقتها الأصلي أكيد. نعم والإضافي زيدا. نعم شكرا لك نزيه، أكيد باش نلعب أربع دقائق بالنسبة لهذا الوقت الإضافي بالطبيعة المقدر بخمس دقائق مرت منهم دقيقة، مازالوا أربع دقائق، تبقى الكرة للترجي تمشي لفرانكوم، يبقى لاعب من فريق مستقبل جابس مولقة عرضية على أرضية الميدان، جاك ميدينا لباس تتقطع الكرة عن طريق اللاعب مروان السعيدي، يعكس بها الهجوم في اتجاه اللاعب جاك ميدينا، يعمل ترويض للكرة يسقط ولكن الحكم والمساعد يقول الكرة خرجت رمي التماس لصالح الترجي، ينفذها اللاعب سامح الدربيلي، تمشي الكرة إلى اللاعب أيمن بن محمد في الرواق الأيسر، يعمل ترويض للكرة، يلعب واحد اثنين مع أنيس البدري، تمشي الكرة مرة أخرى إلى محمد أمين المسكيني، أيمن بن محمد يرجع كرة إلى محمد أمين المسكيني في وسط الميدان، محمد علي يعقوبي، أيمن محمود قريب من منطقة وسط الميدان، أيمن محمود يوزع الكرة في اتجاه اللاعب هيثم الجويني، لكن التغطية يقوم بها فراس غومة، بالطبيعة ياخذ كورته الحارس صدقي الدبشي، يعطي الكرة إلى بلال بن إبراهيم لاعب الرواق الأيمن، يوزع الكرة، يصعد فرانكوم ما ياخذهاش الكرة، ياخذها محمد علي اليعقوبي بالرأس إلى حارس مرمى رامي الجريدي، حارس مرمى الترجي،
هل سيتم الالتجاء إلى حصص إضافية أم سيحسم أمر المباراة فيما تبقى من هذه الدقائق الإضافية؟ تمشي كرة إلى مدافع الترجي سامح الدربيلي، يوزع كرة تصدم بدرامي ميكايلو وتخرج الكرة رامي التماس دائما لصالح الترجي من جهة المدارج المكشوفة لملعب جابس الأولمبي. سامح الدربيلي في تنفيذ التماس، الرواق الأيمن موجود فيه سامح الدربيلي، طيب المزياني قريب ليهم يوسف البلالي، والرواق الايسر موجود ايمن بن محمد انيس بالطبيعه اكيد قبل خروجه انيس البدري وايمن بن محمد. تبقى الكره عند الترجي، محمد علي اليعقوبي يرجع الكره الى اللاعب سامح الدربيلي، تتقصي الكره من فرانكوم عنده الكره بس مستقبل جابس، يسقط لاعب مستقبل جابس والحكم يعطي خطا لفريق مستقبل جابس تقريبا في منطقه وسط الميدان. جاوزنا الوقت الاصلي تقريبا باربع دقائق، دائما التعادل صفر مقابل صفر بين مستقبل جابس والترجي. دقيقه الاخيره اكيد في هذا الوقت المبادر، لان دقيقه اخيره في المباراه، كره باش تكون طويله من علاء الدين البوسليمي. علاء البوسليمي اللي راجع من تجربه في ماليزيا، علاء البوسليمي باش يطول الكره مع السعود الكل بما فيهم جاك ميدينا، وهذا الكره من مروان السعيدي حاول التسرب على الجهه اليمنى، وكل عاده معاه كل عاده ايمن بن محمد، الحقيقه ما شاء الله عليه ايمن بن محمد بدنيا خاصه. تماس في اخر الكرات اخر ثواني، مستقبل جابس هو اللي في العمليات الهجوميه، بلال بن ابراهيم كالعاده على نفس الشكله، تمس طويل باش يتلعب من بلال بن ابراهيم، تقريب زوز ملاعبيه فقط في المنطقه الخلفيه لمستقبل جابس، يتقبلها ويتلقاها المسكيني في عكس الهجمه، لان سعد بقير تلقى البوسليمي الهذلي ميدينا، افضل ملاعبيه مستقبل جابس هو جاك ميدينا في الحقيقه في الشوط الثاني مع مراد الهذلي بطبيعه الحال. الخطا المرتكب الان من ميدينا أو ميكايلو في الكرة الأخيرة، درامي ميكايلو، فرانكوم مع انتهاء الوقت الأصلي والوقت الإضافي أيضا، نلعبوا في 95 دقيقة لعب، والآن بالفعل ينهي الحكم نضال طيف أطوار المباراة في وقتها الأصلي والإضافي، وباش تمتد أكيد لحصتين إضافيتين في هذه المباراة اللي تبدو ستكون مشوقة وتكون أكيد اتشكوكية خاصة في آخر مباراة. نعرف أنه حصص إضافية تكثر فيها